أركان تمرد ينفجر ويقذف حمامه على مرسي والإخوان في كل مكان بهدير موحد لإسقاط العياط. الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتشديد العقوبات على إشراك الأطفال في العمليات القتالية. ميامين قواتنا الباسلة يحكمون الطوق على الإرهابيين في عدد من أحياء حلب ويتقدمون في حي الخالدية بحنص. وفي نشرتنا مشاركة سورية متميزة في احتفالية بغداد عاصمة للثقافة العربية. تحية طيبة مشاهدينا الكرام. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا.